الناس كلهم يسمعونك الحين، قولي لهم وش تبين توصلين لهم. ابغى اقول لهم اعرفوا عننا، ترانا نفس كل الباقيين، نعاني نحس، احنا طبيعيين ترى، يعني حتى لو وصلت درجة الإعاقة لكن هذا شغال، نفهم ندري نعرف نشتغل. يعني الوظائف نروح انتي تصلب لويحي اكس، ليه؟ هل فينا نكس؟ كل اطرافنا موجودة لكن فيها ضعف شوي، لكن احنا نقدر. زي ما كنت اكتب باليسار صرت اكتب باليمين، يمدي، يعني يمدي. اذا ما قدرت امشي برجولي امشي بالعربية، يعني في بلان بي في كل شيء. الله عليك الله عليك، انا ما شاء الله ما قلت تبين تصير مذيعة شكلك ما شاء الله.